بخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم نهار جديد، يوم جديد في بورصه في مرساب المهيلي، انا في الحدود المغربيه الجزائريه. بلاصه شابه ما شاء الله. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما تنساوش حبيباتي صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الخير عليكم كامل البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله كيدخل عندكم الفيديو تاعي تكونوا كامل فرحانين. كما راكم تشوفوا كيما الدار كيما اي بلاصه نروحوا لها، قهوه لازم الصباح، الحليب كل واحد يشرب قهوته، باش شي قهوه حليب شي حليب وحده. الله يقنعنا، الله يطرح البركه ان شاء الله. تشوفوا مطلوع تاع مغنيه طري شباب، مهما يبات يصبح تاني بنين وشباب. والقاطو اللي خدمت معاكم في اول يوم اللي خرجنا فيه اللي حضرته، تقهوينا كامل وخرجنا. هذا موسكاردا دو، كاين ثلاثه شواطئ في بورسي، كاين الشط الاول والثاني اللي فيه الحجره، مره جايه ان شاء الله نصوروا لكم. وهنا هذا الشط الثالث. انا نروح نعم الصباح بكري كي يكون الحال عاده، الناس قلال ما كانش كامل الصباح ندروك نروح. حال شو شباب ومليح وكامل الناس يكون ما كاينينش، نعوم ونعوم كي نشبع ولادي عمرها قاعدين في الدار، نعاود نرجع نروح كاش ما نصرف كاش ما نوجد لهم فطور حوايج، ومن بعد الفطور يهودو. فوت للمارشي شريت شوية حوايج خضرة كل شي طبيعي ما شاء الله. تشوفون عن مبدلناش حوايج تاع البحر، عنب رائع، عندهم كل شيء طبيعي خارصينه بيديهم، ما مرشوش لا بكيماويات لا والو. شوفوا الطماطم شابه بزاف، صلاحي السلطه. فلفل ثاني تاع البلاد، هذا زفيزف مش عارفه نتوما كيفاش تسموه، هذا مليح بزاف وبنين. شوفوا الفلفل تاع البلاد يجي هايل، بنين بنين بزاف. بدي نغسل في الخضره كل حاجه نحطها في بلاصتها كيما الدار كيما نكونوا في البحر كيف كيف. كل حاجه نغسلها نقطرها، بدي نجهز في الاكل تاعنا. غسلت الطماطم والفلفل على حسب ما نحتاج هذاك النهار في الفطور. قشرت البطاطا وانا نقلي، ندير نطيب شكشوكة، فلفل بصل طماطم يجيو بنين بزاف. انا هادو الوجبات المفضلة عندي في البحر، هاكا حوايج خفاف طراف. بينما انا ندير فطور ولادي راهم في البحر، من بعد يطلعو يفطرو ولا انا نعود لهم الماكلة. وهنا الفلفل شوية قصيت قليتو فوق البطاطا تجيب بنة علامة كيما راكم تشوفو هاكا، باش ما نضيعش وقت بزاف نبقى نشوي فيه كامل. درتو فوق البطاطا نقلا، قطعتو باش نديرو سلطه، انا نحب الفلفل مع الطماطم سلطه يجي بنين خاصه ترى وقتو. مطلع هما ولادي كي جاو جابو معاهم دجاجه، قالوا لي ما جيتيش باش تقعدي طيبي وكامل، بس انا نحب حاجه تاع يدي معليش. نعمة اللهم أديمها، الحمد لله يا رب ما شاء الله. جابوا معهم الجيزة والخبز تاني مع البحر، يوكل كل شيء ينتكل. اللهم احفظها من الزوال. من بعد ما نفطروا ونريحوا، اللي يحب يقيل في النهار يريح، اللي يحب كل واحد كيفاش يدير. بعد نعودوا نخرجوا، من بعد ما الناس اللي قراب يكونوا كامل روحوا. انا في الغروب، انا نحب الغروب نفوتو في الحدود الجزائريه المغربيه. هاد الايام تاني كل نهار تم كنا نتمشاو ورايحين، كتشوفوا الغروب الشمس رايحه تدخل، بالفي منظر رائع ما شاء الله.
هذا هو مرسى بن مهيدي. حسب معلوماتي بورسي كان رجل فرنسي اسمه بورسي، هو اللي سماها على اسمه. والعربي بن مهيدي الشاهد تاعنا كان فايت منا. بعد نحكي لكم على الاعلام تاع فلسطين، راكم تشوفوا. تحيه لاخوتنا الفلسطينيين. هذا راجل يرسم برا ولا يرسم حيوانات؟ كل مره نولي لكم هنا حيوانات. جفيت بنا العربي بن مهيدي الله يرحمه الشهيد، قال من هذا الاسم لازم يتبدل، لازم نسميوها اسم اخر. كي مات بعد الاستقلال سموها عليه مرسى بن مهيدي. حسب معلوماتي الله اعلم، اللي عنده شي معلومه يفيدنا. تشوفوا العلامات تاع خوتنا المغاربه، راهم السعيديه راهم اللي يعوموا قبلتنا. هذا الواد اللي بيناتنا، شوفوا هامك. انا نشوفوا بني ادم يفوتوا، هادو خوتنا المغاربه، هادو حراس الحدود. هاد الشباك اللي راه يفصل بيناتنا، هذا ما كان ما يكونش كاين، هذا نجم نفوتو عنده. هذا الشاطئ الاول نتاعنا برومي بحر. الشاطئ اللي صورته لكم في الصباح هو الثالث، كان ملهيه. الناس كاملة راهم يتصوروا، دي صور تذكارية. هاد العام على الحجر الصحي الناس راهم قلال، ماشي بزاف كيما موال في هاد البلاصة، معمرة كتر بزاف. الله يبارك ان شاء الله يا ربي يرفع هاد الوباء وترجع الحياة خير من اللي كانت يا رب. كاين الناس اللي مغتربين من بورسي، حكي تفكروا بلاد ما ربي يرد من بلاد ان شاء الله. وهنا في الليل منظر رائع تاني في الليل، بصح كان الحجر الصحي هنا كانوا كي تجي 10:30 لا بوليس يبداو يدوروا يلموا يقولوا للناس يدخلوا بزاف، ما تزيدوش تقعدوا اكثر من هكا. 11 الليل ما يبقاش حتى واحد، بصح الناس يخرجوا الكراسه نتاعهم ويقعدوا عند البيبان تاع ديارهم يحكوا بيناتهم كل واحد شايدير. والفهد الطرقان من يجوا معمرين، اللي يبيعوا لي جوي، يبيعوا صوالح، يبيعوا لي سوفونير. كانت هاد البلاصه تجي معمره هاد العام لحد 11 ما يبقى حتى واحد. تسمعوا ربي نصها دايره حالا، راني منقصت لكم شويه. لو وصلت معي حتى لهنا حبيباتي ما تنساوليش لايك، وما تنساو تدخلوا جديد ما تنساوليش اشتراك وفعلوا الجرس. ربي ينوركم، فعلوا لي الجرس، ربي يجازيكم كل خير باش نزيد نصور لكم اكثر وقت ان شاء الله. والوجهه الجايه ان شاء الله في المستقبل الصحراء ان شاء الله، الصحراء الجزائريه تحت يكون البرد ديما عاد حمال. هادو راكم تشوفوا اوتيلات للكراء اللي تحب يحبوا يديروا التليفونات، تحبوا يجيو كرو ديار ولا شامبرا ولا كيما تحبوا. الله يصورتم كي كنا رايحين للدار، حبيت نزيد لكم مقتطفات هكا صور. لقاونا سوفونير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.